بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقيت في ايه بتقول توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. قريت قصه كده في المخطوطات بتاعه الدير درع مونتنس عندنا. المخطوطه بتتكلم عن قديسين كتير بس في واحده فيهم شدتني جدا وهي قصه القديس موسى السايح او الانبا موسى السايح. وانا كتبت القصه دي وطبعتها ساعتها من حوالي 30 سنه كده ولا 40 سنه. القصة دي كانت جميلة جدا مش عشان حاجة، علشان قد ايه ربنا عارف نقاوة القلب وعارف البساطة، ومهما الواحد غلط ربنا ممكن يسامحه تاني. القديس ده كان سايح، يعني هو كان اتربى في تربية حلوة جدا ونشأ جوه يعني اهل حلوين خالص ربوه، وكان بيدي للفقراء والمسكين من هو صغير، وهو لسه صغير برضه راح التلمذ على ايدين واحد من القديسين، وهو هناك طلب من ابوه كان دايما يحكي له، ابوه الروحي يعني دايما يحكي له على الاباء السواح. والسواح دول ايه بقى؟ انا عاوز اعرفك كلمه السواح عشان احنا عندنا برضو غلطه كده دايما نقول ايه طبعا بيرين كان سايح، هو كرولوس كان سايح، ابونا بشوي كان سايح، ما ينفع ابونا فانوس كان سايح. هم قديسين. كلمه قداسه هي الاشمل. كلمه السايح هو الانسان اللي خرج للصحراء للصحراء الجرداء بمزاجه، تاه في الصحراء بمزاجه ومش هيرجع تاني بمزاجه ولا يرى وجه انسان. يعني ارجوكم ما نلخبطش، لما نقول سايح يعني لا يرى وجه انسان. خلاص تلاقي مثلا القديس الانبا كراس السايح قعد حاجه او 50 سنه لم يرى وجه انسان. الانبا بولا اول السواح يجي 80 سنه لم يرى وجه انسان. قديسه مريم المصريه او السائحه قعدت حاجه و30 سنه لم ترى وجه انسان. لا يرى وجه انسان. ممكن يشوف سواح زيه، ممكن يشوف قديسين، ممكن يشوف القديس اللي هيجي يدفنه او هيكفنه يعني في اخر حياته، لكن هو ده السايح. فهو كان بيسمع انبا موسى بيسمع او القديس موسى ده كان بيسمع من ابوه الروحي عن سير القديسين والسواح، فاشتاقت نفسه الى حياه السياحه. وفعلا جه في مره وطلع في الصحراء وقعد ماشي. لما اقول لك طلع في الصحراء بقى احنا بنقولها في كلمه واحده، لكن الحقيقه هي طويله قوي، يعني اتبهدله. فقعد ماشي ماشي وايديه رجليه تتقطع من الحجاره ويجوع ويعطش ويغمى عليه ويرجع تاني، وربنا يفضل سنه سنه لغايه ما يدربه ازاي يعيش في الصحراء وياكل بقى ايه ربنا يديله بالنعمه بتاعته. ممكن ياكل العشب بتاع البريه لكن يلاقيه في بقه زي السكر وزي العسل، خلاص بقى لان ربنا مديله نعمه زياده. كويس؟ فده السايح. فالقديس موسى ده حصل معاه كده، ابتدى يكبر في الروحيات وبقى سايح كبير جدا. مين اللي هيحسده تفتكر؟ مين يعني؟ الشيطان طبعا. الشيطان هيتجنن. الراجل البسيط وانبا موسى ده كان راجل بسيط، طلع من قريه مش فاهم حاجه خالص، دخل في السياحه ابتدى يعلو في بس العدو الخير مش عاجبه، فقرر ان هو يأذيه. طب يأذيه ازاي؟ قعد الشيطان بقى، انت عارفين الشيطان يا اولاد مش بيه، الشيطان عمره ما يوقع حد من الدور العاشر، ما يزقش واحد من الدور العاشر، لا ينزله على السلالم سنه سنه لغايه ما يجيب اجله يعني. عشان كده ايه؟ قعد يفصل له حاجه. انت فاكر الشيطان بيحارب كل الناس زي بعض؟ لا، تفصيل يا حبيبي، يفصل لك. يعني يقول فلان ده انا ممكن اوقعه، ده ماسك في ربنا جامد قوي، بس ممكن اوقعه بس خمس سنين كده هجيب اجله خالص. يبتدي يعمل خطه علشان يأذي البني ادم او يبعده عن ربنا تماما بعد خمس سنين. طموح حلو قوي، زود له الطموح بتاعه، خليه ينجح، يكبر، الفلوس تزيد، يبتدي يكون اكتر، شغله يزيد. ايوه شلناه من الكنيسه، بعدين شلناه من الخدمه، وشلناه مش عارف من المدرسه، وشلناه مش عارف. ايوه كده تمام، هو جاهز للخط، هيقع على طول. يقوم تلاقيه وقع في خطيه ورا الثانيه ورا الثالثه وبعيد عن ربنا، وهو يقول انا كنت فين من محبتي الاولى، ويسوع يقول له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. هو ده اللي بيحصل يعني. فالشيطان قعد يفصل للانبا موسى تفصيله كده. قال لك لو ظهرت له هيرشم عليه الصليب، هيجيب اجله. طب انا احسن حاجه اعمل ايه؟ اظهر له بطريقه مختلفه شويه. فابتدى يظهر كانه شيخ راهب مسن، كانه مش سواح هو كمان، بيظهر كده شويه وهو ماشي في الصحراء ويختفي، وشويه تاني يظهر له بعديها بيومين ويختفي. وفضل يعمل كده لغايه ما انبا موسى كان نفسه منع عينه الشيخ القديس ده يتكلم معاه. خلاص وصل لاول مرحله. فابتدى ايه انبا موسى يجري وراه كل ما يشوفه لغايه ما جاله. فالشيطان قال له، وطبعا الشياطين مع القديسين بتظهر عيانا
معنا احنا مش محتاجه خالص يعني. ده بتنزل في الشارع بتاعكم مثلا، يلا نكذب يلا نكذب يلا نكذب، كل الناس تكذب، يلا نتخانق، كل واحد يتخانق مع مراته ولا كل واحد يتخانق جوزها، كلهم يتخانقوا يعني، مش محتاجين يعني. انا بتكلم على واحد سايح. ها، فايه الانبا موسى شاف القديس ده من بعيد، كان نفسه من عينيه يكلمه، راح لغايه ما جه في مره الشيطان يعني استناه لغايه ما راح له، فقال له يا ابي انا نفسي اتعرف عليك ونفسي اخد بركه واتعلم منك حاجه، انا ما بقاليش كتير في البريه غير حوالي 30 سنه بس، بس انا نفسي اتعلم منك. والشيخ الكبير المسن ده مش راضي يرد عليه خالص، قال يعني كانه بيصلي يعني. وانبا موسى ماشي وراه يتكلم معاه ويقول هيكلمني بالتاكيد هيكلمني، وكل ما يجي انبا موسى يصلي الشيطان لا يوجد، كل ما يجي يعمل مطانيات الشيطان لا يوجد، كل ما يقول اسم ربنا الشيطان لا يوجد. لكن انبا موسى مش قادر يدرك ولا يعرف اللينك الكونكشن بينهم، يعني ان هو لما بيصلي ده بيختفي او بيبعد او بيبقى مش موجود. فقال له يا ابي بعد كام يوم كده، يا ابي وانا كل ما اجي اصلي ما بلاقكش ليه؟ قال له اصل انا في البريه بقالي سنين طويله جدا، وانا ما بحبش احضر صلاه مع حد، انا بحب اصلي لوحدي وصلوات لي طريقه خاصه في الصلاه وكده. فارتبط بيه اكتر وحبه اكتر، ياه ده راجل قديس بقى وسايح من سواح الكبار قوي وبيصلي على طول، ده انا نفسي فعلا ابقى كده مع واحد زي ده. فابتدى يمشي وراه اكتر وكده. المهم الشيطان سنه سنه ابتدى يصاحبه، قال له يا ابي طب احكي لي قصتك. قال له انا كنت من الناس العظماء جدا جدا جدا، وكنت غني جدا وكان عندي فلوس كتيره خالص، وبعدين الحقيقه مشيت في الشر وبعدت عن ربنا خالص، وبقى عندي اطفال كتيره قوي من خطيه الزنا، وبعمل كل المباقات والشرور اللي في الدنيا، ولكن ربنا لهمس قلبي واتغيرت، فقررت ان انا اسيب الدنيا كلها ورحت قعدت في واحد من القصور اللي هي كانت عندي وكان بعيد شويه عن المدينه، وتوحدت وقعدت فيها اصلي، وهوري لك القصر ده نروحه سوا وهتشوفه. وفعلا خدوا سنه سنه، فجاه لقى في الصحراء قصر جميل كده كبير قوي، فراح دخل قال له يا ابني انت ممكن تقعد مكاني هنا وتصلي وتتعبد لان ربنا قبل صلواتك وايه، بس خليك مكاني. فهو بيزوروا القصر وبيفرجوا، والراجل طبعا ده راجل غلبان فقير يعني اصلا من قريه، لما شاف القصر ده انبهر جدا وانبهر بكل حاجه فيه، وشويه ولقى حد زي بيعدي كده، فقال له ايه ده ايه ده، ده في حد تاني في القصر، ده في حد تاني في القصر. قال له اه يا ابني ما انا ما كنتش عاوز اقول لك الا لما يعني انت تشوف القصر بنفسك وتشوف، انا قلت لك ان انا كان عندي ولاد كتيره قوي من الزنا، فبعد ما توحدت جات لي واحده من اللي انا كنت غلطت معاهم وقالت لي انا في بطني بيبي منك ولازم تاخده، انا هعمل بيه ايه وكده، وولدت البيبي وسابته ومشي، وطلع البيبي بنت جميله جدا، انت هتشوفها ما تخافش منها، دي بنت حلوه خالص وانا مربيها في خوف ربنا ومش عارف ايه وكده. وشويه وجاب له البنت وعرفوا عليها وتعرف على البنت ولقاها جميله، والشيطان قعد يقول له انا عاوزك تتجوزها لان انا بعد ما همشي انا خلاص فاضل لي ايام قليله واموت، وارجوك تاخد بالك منها وتتجوزها. قال له لا اتجوز ازاي، انا عايش لربنا وعايش لربنا بس. وابتدى قال له تعالى نمسك الكتاب المقدس ونشوف ان القديسين اللي كانوا عايشين لربنا كانوا متجوزين برضه، ربنا ما بيكرهش الجواز يعني. شوف ابراهيم واسحاق ويعقوب كانوا اغنياء وكانوا متجوزين وربنا قبلهم، ولما حد بيموت بنقول يدخلوا في يعني احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب سواء متجوزين ولا مش متجوزين، فالجواز مش خطيه وربنا قايل كده. وابتدى يثبت له من الكتاب المقدس، وطبعا الشيطان خبير كتاب مقدس، بتقول لي انت حافظ ايات؟ لا هو حافظها من جلد لجلد. فقعد يقنعه، فالراجل بسذاجه الانبا موسى زي ما قلت لكم كان بسيط جدا، فلقى الكلام معقول، وهو طبعا ما فيش دارس ومش دارس قوي وكده، فالشيطان قدر يقنعه فوافق. فقال له خلاص حط ايدك في ايدي وخلاص، احنا انت اتجوزت البنت دي، وحطوا ايديهم في ايدين بعض وخلاص. وبعديها بيوم الشيطان قال له انا هموت، تعالى ادفني ومش عارف ايه، وشكله كانه مات يعني، فحطه في المدفنه اللي هو قايله عليها، ورفع الستر علشان ايه يغطيه، فهو بيعمل كده طلع من تحت الستر ريح قوي جدا جدا جدا، هوا جامد قوي، وقعت الانبا موسى على ظهره، وزي دخل في يعني دخ شويه او في غيبوبه شويه، فتح عينيه لقى لا في قصر ولا بنت ولا اي حاجه، فعرف ان الشيطان ضحك عليه وقال له ان انت اتجوزت واحده، هو طبعا ما اتجوزش ولا حاجه، بس هو كونه انه وافق على الجواز او خلاص ان هو حس ان هو ايه، الشيطان ابتدى يلعب على دماغه بقى وقال له يا عيني عليك كده وافقت تتجوز كده بعد ما كنت متوحد وقديس وسايح، جه ياكل بقى من العشب البريه تاني لقى طعم وحش قوي وراحت النعمه منه بسبب ان هو ما كانش حكيم كفايه.
فابتدى يفكر طب هعمل ايه، طب ازاي اعيش في صحراء تاني، الحيوانات ابتدت تخاف مني وانا بقيت اخاف من الحيوانات تاني، انا هبدا من اول وجديد. من 37 سنه كنت بدات وايه، وابتدى يفكر جامد جدا. فقال احسن حاجه اروح لاقرب مدينه اجيب منها اكل واجي اقعد عشان الاقي اكل شويه ولا حاجه. وبسرعه الشيطان قال دي فكره حلوه، وشويه ولقى قافله ماشيه انبا موسى، والراجل صاحب القافله بيقول له انت رايح فين وجاي منين وبتاع، فقال له لا انا عايش هنا في الصحراء وعاوز انزل العالم بفكر يعني اقرب بلد يعني كده. قال له كويس تعالى معايا انا ممكن اخدك واوصلك. وفعلا خده وقعدوا يتكلموا مع بعض وحكى له حكايته. فقال له ما ده طبيعي، ما فيش حد دلوقتي بيتوحد غيرك يعني، ما فيش توحد ولا كلام من ده، الناس كلها بتتجوز والجواز ده كويس ومش عارف ايه وكده. وقعد يشككه في ايمانياته كلها ووصله لغايه بلد وقال له اقعد جنب البير بتاع البلد ده، في وسط البلد او جنب البير هتلاقي حد من البلد يجي ياخدك ويستضيفك، ويبقى الصبح خد منهم بقى الاكل وكده. ايه شويه وجات له واحده ست تانية جميله قعدت تتكلم معاه، انت رايح فين وايه اللي مقعدك كده، لا تعالى عندي البيت مش هسيبك لوحدك كده في البلد. فراح عندها البيت جملت نفسها اكتر وقعدت تحكي معاه وقعد يحكي لها حكايته، جابت له اكل وميه وغسلت رجليه واهتمت بيه خالص وكملت عليه، وقعدت تقول له انا غنيه جدا ومش عارف ايه، انت خلاص لدم راحت القداسه منك فانت مش هتقدر ترجع تاني، انا شايفه انك لدم جيت لغايه العالم اتجوزني وانا هبقى خدمتك بقيت عمرك وهساعدك واللي انت عاوزه اعمله ومش عارف ايه. وصدقها المسكين الانبا موسى، قالت له اه بس في حاجه واحده بس يعني، الديانه بتاعتي مش هي المسيحيه وانا يهوديه وانت لازم تقبل اليهود لان المسيحيين خلاص كلهم رجعوا بقوا يهود في الفتره اللي انت كنت في الصحراء، ما بقاش في مسيحيين تاني مفيش الا انت، فانت لازم ترجع. وقعدت تبين له الكتاب المقدس برده، عشان كده بقول لكم كده الشيطان بيستخدم الكتاب المقدس كويس قوي ساعات ضدنا يعني. المسكين الساذج ده قبلها ووافق وانكر مسيحه، وقالت له تعالى اوريك اهلي هما موجودين في الحته الفلانيه واديك كل نتجوز واديك كل اللي حلتي وكده. ففضل ماشي وراها، دخلت في الصحراء، فضل ماشي وراها طلعت جبل، فضل ماشي وراها طلعت فوق الجبل، هو تعب جدا بقى، هي ما بتتعبش خالص وهو تعبان يعني. فبعد ما طلعت الجبل وهو تحت في سفح الجبل وفي حته مقطوعه خالص، قالت له يا موسى يا مسكين انت مش قادر تفهم، وسذاجتك هي السبب اللي ضيعتك. على فكره انا الشيطان اللي قابلك وجوزك بنت وانا ما عنديش بنت ولا حاجه، ووراك قصر وانا ما عنديش قصر ولا حاجه، وانا الشيطان اللي خدك من البريه عشان اجيبك العالم، وانا الشيطان اللي خدك من البيت لهنا عشان تنكر مسيحك، فانت انكرت مسيحك وضيعت بتوليتك وكل حياتك ضاعت، انت مالكش امل خالص في الدنيا، انت ربنا نبذك تماما بيكرهك جدا بسبب اللي انت عملته، بعد اللي عمله لك كل حياتك انت قدمت لربنا اسوأ ما عندك، فانت مالكش اي رجاء ولا اي امل وهتموت في الصحراء دي يأسين ومالكش اي دخول للسماء خالص. واختفت وهي بتضحك، او الشيطان اختفى وهو بيضحك، وترمى القديس الانبا موسى في الصحراء يبكي بدموع مره، ازاي الشيطان ضحك عليه 3 مرات وضربه الضربات دي كلها. وقعد قال له يا رب انا عارف ان انا هموت في وسط الصحراء دي، فانا موافق اموت بس وانا تايب، ارجوك تقبل توبتي، ارجوك تقبل اعترافي، انا ما كنتش كويس وما سالتكش في اي حاجه، واحنا انا يعني على قوتك لا تعتمد، انت قلت يا رب وانا اعتمدت على نفسي واعتمدت على حكمتي ومعرفتي وانا ما كنتش فاهم حاجه، فاغفر لي. وقعد يبكي بكاء مرا، وقعد في الصحراء ايام وايام وشهور وسنين يبكي ومش قادر يقول له يا رب لا يعني خدني بس ارجوك تقبلني في ملكوتك لاني انا عارف ان رحمتك واسعه جدا. واله الحب، اله المغفره، ربنا يسوع المسيح له المجد، قبل توبته وسامحه من كل قلبه، وبعت له القس صموئيل كان قس البريه في الوقت ده، وهو ده اللي كتب لنا قصه حياته. قال له انا يا ابي ربنا بعتني ليك علشان اقول لك ان يسوع قبل توبتك وانك هتخش السماء. فقعد يبكي وحكى له كل قصته من الاول للاخر، وقعد يعترف بخطيته، وابونا اراد التحليل. قال له تعالى اتناول عشان في كنيسه قريبه هنا، قال له لا ده انا الحته دي كفر خالص ما فيهاش اي حاجه. قال له تعالى يا ابي، وخده وربنا فتح له عينيه فلقي في كنيسه ده تحت الارض ما حدش بيشوفها غير الاباء السواح والقديسين، فنزل وصلى معاهم وخد بركه. وبعد ما تناول وكده انبا الانبا صموئيل، احنا بنقول عليهم انبا مش عشان هم اسقفه، عشان هم قديسين يعني. القس صموئيل قال للقديس موسى على فكره هنا في مقبره للاباء السواح، قال له ممكن اخد بركتهم، فراح وراها له وفتح له المقبره، نزل تحت علشان ياخد البركه. فضل القس صموئيل منتظره شويه، وبعدين دخل يبص لقى نايم جنبهم
وحطت ايده زي الصليب وطلع السماء في منتهى البساطه، وصحي وقع وصحي اخطا وصحي بعيد عن ربنا خالص، لكن ربنا رجعه تاني ورجعه لقامته الروحيه احسن من الاول، وبقى قديس عظيم واسمه القديس الانبا موسى السايح. طوبى لانقياء القلب لانهم يعين الله. وعلى قوتك لا تعتمد خالص، اعتمد على قوه ربنا مش على قوتك انت الذاتيه. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين.